مش عارف أبدأ لك حكاية منين، لكن أقدر أقول لك إن أنا اندفنت وأنا حي. إزاي؟ احكي لي اللي حصل من الأول للآخر. أهلي افتكروا إن مت، عشان كده دفنوني. أنا عارف إنك ممكن تكون مش مصدق اللي بقوله، لكن أنا فارقت الحياة فعلا، فارقت الحياة لمدة 8 ساعات. لما فقت لقيت نفسي في المقابر، فضلت أصرخ بأعلى صوتي من جوه القبر، فضلت أصرخ وأصوت لمدة ساعتين كاملين. لحسن حظي كان في حد بيزور المقابر، الراجل ده سمع صوت صراخي واللي كان جاي من جوه القبر، عشان بعد كده ينادي على التربة ويفتحوا التربة ويخرجوني. أنا عارف إنه كان شيء صعب جدا عليا، لكن بالرغم من كل اللي حصل ده ما كانش فيه مشكلة. أمال إيه هي المشكلة بالظبط؟ المشكلة ابتدت معايا بعدين، حاولت بعدها أمارس حياتي عادي، لكن كان صعب جدا علي. في حاجات كتير اتغيرت، حاجات كتير مرعبة، بدأت أشوف حاجات بتظهر من حوالي، بقيت بشوف أشباح ماشي ورا ناس في الشارع. انت تعرف ده معناه ايه؟ الناس اللي كنت بشوف ارواحها ماشيه وراها في الشارع وملازمها في كل حته، ده معناه ان الناس دي هتموت قريب. ايوه زي ما بقولك كده. حاولت كتير اكذب احساسي ده، حاولت كتير اقول ان الكلام ده كله اوهام في اوهام، لكن فعلا زي ما كنت حاسس بالظبط، الناس دي ما كانش بتعدى عليها يوم الا وخبر وفاتها كنت بسمعه. كنت بقول في بالي ان الموضوع ده صدفة واني محتاج بس اني اقرب من ربنا، لكن حصلت حاجات اتأكدت منها ان اللعنة دي هتلازمني طول حياتي. شبه جدتي. ايوه زي ما بقولك كده. في يوم شفت جدتي ماشية في البيت وفي شبح ماشي وراها، كان ماشي معاها في كل حتة. انا كنت بكذب نفسي، كنت بقول اكيد دي كلها اوهام في اوهام واكيد جدتي مش هتموت، لكن اللي ما كنتش عايزه يحصل حصل. صحيت الصبح على خبر وفاة جدتي. انا مش عارف اقول ايه، لكن انا مش بعتبر الموضوع ده هبة من عند ربنا، انا بعتبر الموضوع ده لعنة. بتمنى اليوم اللي ارجع فيه زي ما كنت. إحساس إنك تعرف ميعاد موت ناسك وأهلك وقرايبك وحبايبك ده قمة في الرعب. في يوم وأنا بقرأ على الفيس لقيت بوست ليك نشره على الفيس بإنك بتعالج كل أنواع المس والسحر والجنون. أنا مش عارف البوست ده وصل لي إزاي، لكن أنا كنت محتاج أتكلم مع حد وأقول له على اللي بيحصل لي. أنا كنت جاي لحضرتك علشان أنت شيخ وكده يعني، لكن أول ما شفتك عرفت إنك مالكش في السكة دي، يعني ممكن أسميك دجال أو معالج روحاني. أيوه أنا فعلا مش شيخ، أنا معالج روحاني، أو ممكن تسميني دجال زي ما بتقول. مفيش واحد
هتلاقيه بيقابلك ببدلة أنيقة وديكور مكتبه بالشكل اللي انت شايفه ده، ويقول على نفسه شيخ. على العموم مش مهم انا ابقى ايه، المهم علاجك ايه. طيب هو حضرتك مصدق الكلام اللي انا قلته لك؟ طبعا طبعا يا استاذ ادهم، وهتشوف دلوقتي اني مصدق كل حرف من اللي انت قلته. ومرة واحدة لقيت الدجال ده جاب إناء فخار صغير وحط عليه حاجة شبه البخور، لكن هي مش بخور. بعد كده ولع فيها نار وقعد يقول كلام غريب وعجيب. بعدها راح مطلع وعاء فيه سائل أحمر كبير، حاجة كده شبه الدم، وحط صباعه فيه وعلم على جبهتي بعلامة حمر. أنا ما كنتش عارف هو بيعمل إيه. مرة واحدة لقيت الدجال ده نزل السائل الأحمر اللي كان في الوعاء، نزله في إناء فخار واللي كان فيه البخور، ولقيته مرة واحدة مسك مصحف قديم وقطع منه صفحة وقلبها من تحت لفوق، وكتب عليها طلاسم غريبة وتعاويذ عجيبة، وفضل يقول بصوت عالي: بحق قابيل عابد النار، بحق نمرودك مالك الأنهار، بحق فرعون قاتل العبيد والأحرار، بحق سامراك وماكراك وخازنك وفاجرك، العجل العجل، الساعة الساعة، إبلس فإلبس، فالسبل فالنفس فعبس، فخبس فنسب، فحسب فكسب، فبسك. كان بيعلي صوته جامد وهو بيقول الطلاسم دي عشان مرة واحدة أشوف أبشع شيء ممكن أشوفه في حياتي. شيطان، أيوه شيطان خرج من العدم، شيطان ظهر مرة واحدة ونزل على ايد الدجال وبس ايده. كان شكله مرعب جدا ومفزع، كان طوله حوالي 3 متر وعرضه مترين. انا عارف ان اللي بقوله ده مش ممكن حد يصدقه، لكن اقسم لكم انه حصل. لونه كان احمر دموي ومليان شعر، كان له قرنين كبار ملفوفين بطريقة غريبة ورا ودانه لحد نص ظهره، عينيه كانوا مشقوقين بالطول وما بيرمشوش، كان له انياب حادة وطويلة واصلة لحد دقنه. انا اترعبت من المشهد اللي قدامي، كنت مش قادر اكمل، لكن الدجال ده قال للشيطان اللي قدامه: رحب بالضيف الجديد يا حاسقيل. لقيت مرة واحدة الشيطان ده نزل على الارض ووطى لحد ما وصل لركبتي، وانا مش مصدق اني شايف شيطان قدامي. كان قريب مني لدرجة جامدة، اول ما نزل لحد ركبتي لقيته بس ركبتي اليمين، وبعدها بثواني بس ركبتي الشمال، وبعد كده خد بعضه ومشي. انا ما كنتش عارف هو عامل كده ليه، يمكن دي طريقته في الترحيب بالضيوف. بعد ما الشيطان عمل كده اختفى مرة واحدة عشان يبدأ الدجال يقول لي: انت عارف ايه اللي جابك هنا؟ لا مش عارف. انا اللي جبتك هنا، او بمعنى اصح عفاريتي هم اللي جابوك هنا. انا ما كنتش فاهم الصراحة هو بيقول ايه او يقصد ايه بالظبط.
لقيته بعد كده طلع من درج مكتبه جمجمة كبيرة ومسكها وحطها برجليه وقال لي ده مدحت، وشاور على الجمجمة. فقلت له وانا مش فاهم حاجة، مدحت؟ مدحت مين؟ مدحت ده يا استاذ ادهم واحد كان عنده الهبة اللي عندك دي، او زي ما بتقول كده اللعنة دي. فبلعت ريقي بصعوبة بعد الجملة دي عشان يكمل كلامه ويقول لي مدحت ده بقى كان تعبان قوي، ما كانش عارف ينام ولا يصحى ولا يعيش ولا يموت. موضوع الناس اللي بتموت ده كان واخد كل تفكيره، كان جايلي عشان اريحه. عارف يا استاذ ادهم ارتاح امتى؟ فرديت عليه برعب. امتى؟ ارتاح لما مات. قال الجملة دي علشان قلبي يدق جامد. بعد كده كمل كلامه وقال لي وهو بيشاور على الجمجمة، ودي بقى يا سيدي جمجمته. طيب ينفع اسأل حضرتك سؤال؟ اتفضل يا استاذ ادهم. هي جمجمته وصلت لحد عندك ازاي؟ بسيطة جدا، علشان انا اللي قتلته. ايه؟ انت بتقول ايه؟ وقتها بس حسيت بوجع جامد في ركبي وانا مش عارف السبب. فكمل الدجال ده كلامه وقال لي ودلوقتي انا هقتلك انت كمان، انا كل اللي عايزه راسك، راسك بس هي الحاجة الوحيدة اللي لازماني. مدحت الغبي كان فاكر انه لما يجي هريحه وهعالجه من المس، لكن انا كنت بفكر لبعيد قوي. الجمجمة بتاعته دي كنز، عارف يعني ايه كنز؟ بمجرد ما قتلته وخدت الجمجمة بتاعته والهبة دي كلها اتنقلت ليا، بقيت دجال، دجال بحق وحقيقي. بقيت بمجرد ما امسك الجمجمة واحطها بالرجل اعرف معاد موت اي انسان. بقيت اقول للناس الراجل اللي قدامي ده هيموت امتى. ساعتها ولما قال لي الكلام ده كنت عايز اطلع اجري باقصى سرعه، لكن ركبي كانت وجعاني جدا، ما كنتش عارف اتحرك. الشيطان ده عمل ايه في رجلي؟ الشيطان ده خلاني عاجز عن الحركه. فكمل الدجال كلامه وقال لكن للاسف يا استاذ ادهم الجمجمه بعد سنتين بالظبط فقدت تأثيرها وبقيت زي الأول، ما عنديش الهبة اللي كانت عند مدحت. ما كنتش عارف أعمل إيه عشان الهبة دي ترجع لي تاني. وقتها بس عفاريتي قالولي عليك، عشان كده خليتك تقرا البوست اللي على الفيس وتجيلي برجليك. ودلوقتي انا هعمل حاجة واحدة بس، عارف هعمل ايه؟ هقتلك، هقتلك يا ادهم، هقتلك واخد راسك وترجع الهبة التاني ليا. بعد الدجال ده ما قال الجملة دي لقيت حاجة غريبة حصل. ركبي لقيت تعابين طلع من ركبي، ايوه زي ما بقول لكم كده.
تعبان كبير طالع من ركبتي اليمين، وتعبان كبير طالع من ركبتي الشمال. التعبانين كانوا حجمهم كبير قوي. التعبانين فضلوا يطلعوا لحد ما وصلوا لراسي. كانوا عايزين ياكلوا راسي. كل ثانية كان التعبانين دول بيكبروا اكتر. كان عندهم انياب حادة ومفترسة. ما كنتش عارف اعمل ايه. لقيت الدجال ده بيقول لي: التعابين اللي طلع لحد راسك دي هي اللي هتخلص الموضوع. هيفضلوا ينهشوا في راسك لحد ما يسيبوا لي الجمجمة، وساعتها هترجع كل حاجة زي ما كانت. قال لي الجملة دي وفضل يضحك جامد. ما كنتش عارف وقتها اتصرف ازاي. التعبانين فعلا وصلوا لحد راسي، بدأوا ينهشوا فيها. ما كنتش عارف اعمل ايه عشان يوقفوا اللي بيعملوه ده. الدم كان بينزل من راسي من كل حتة، كان بينزل على بقي. مسكت التعبان اليمين بايدي اليمين، ومسكت التعبان الشمال بايدي الشمال. كنت عارف ان ده مش حل، وانهم هيكبروا لحد ما يخرجوا عن السيطرة، لكن ده كان حل مؤقت. ساعتها بصيت عليه وانا قلبي بيدق جامد من كتر الرعب. كان الدجال بيضحك جامد. سبت ايدي اليمين عشان التعبان يكمل نهش في راسي، ومسكت مقص كبير كان جنبي، وبكل قوتي رشقت المقص ده في رقبة الدجال، واللي ما كانش مستوعب انا عملت ايه. فضلت اطعن واطعن في رقبته بالمقص، والتعبين كانت لسه بتكمل نهش في راسي. المرعب اكتر اني بمجرد ما رشقت المقص في رقبة الدجال عملت فجوة كبيرة فيها. لكن المشكلة مش في كده. المشكلة انه ما كانش بينزل دم. ايوه زي ما بقول لكم، ما كانش في دم في جسمه. اللي خرج منه كان حاجة تانية خالص. كانوا تعبين. ايوه لقيت مرة واحدة خرج من رقبته تعابين كتيرة، ومش بس من رقبته، ده أنا لقيت تعابين كتيرة بتخرج من كل حتة في جسمه، وكأنه مصنوع من تعابين. التعابين دي فضلوا ينهشوا في جسمه من كل حتة، زي ما التعابين اللي طلعوا من ركبي كانت بتنهش في راسي. رجعت تاني ومسكت التعابين زي الاول، لكن كان حجمهم بقى كبير قوي وصعب ان اسيطر عليهم. ساعتها طلعت اجري. فضلت اجري في الشارع وانا ماسك التعابين دول. بعدها بدأت افقد السيطرة عليهم. دماغي كانت كلها دم، وشي كان كله غرقان دم. فضلت اجري واجري وانا ماسكهم بايدي لحد ما وصلت البيت سارة. سارة دي تبقى خطيبتي، وبيتها كان اقرب مكان ليا من مكان الدجال. فضلت اخبط على الباب بجنون لحد ما فتحتلي. اول ما فتحتلي الباب صرخت من المنظر اللي شايفاه، كانت مرعوبة جدا. قلت لها وانا بصرخ وبعيط: انقذيني انقذيني يا سارة. سارة ما كانتش عارفة تعمل ايه او تتصرف ازاي. فضلت حاطة ايديها على بقها من كتر الرعب، ما هيش عارفة تنطق. في نفس اللحظة التعبين كبرت جدا وما عدتش قادر امسكهم. خلاص فقدت السيطرة عليهم عشان يبدأوا
ينهشوا من راسي جامد والدم بيطرطش على وشي ووش سارة. سارة ساعتها صرخت جامد، راحت على المطبخ وجابت سكينة كبيرة وقطعت راس التعبان اللي على اليمين. لكن المشكلة انها بمجرد ما قطعت راسه من جسمه طلعت له راس تانية من جسمه، علشان الراس دي تكمل نهش في راسي. فصرخت انا بأعلى صوتي: انقذيني انقذيني يا سارة، انا بموت. فلقيتها بترد علي وتقول لي: مفيش غير حل واحد، ارجوك الحقيني بيه. التعابين دي طلع من رجليك فكده لازم ما. فصرخت فيها جامد وانا بعيط: لا لا يا سارة، اكيد اكيد مش هتعملي كده. للأسف يا أدهم مفيش غير الحل ده. فقلت لها وانا بصرخ بأعلى صوت من الوجع: خلاص اقطعيهم اقطعيهم يا سارة اقطعيهم. للأسف فعلا ما كانش فيه غير الحل ده عشان ارتاح ويبطلوا ينهشوا في راسي. مرة واحدة لقيت سارة مسكت سيف كبير وقطعت بيه رجلي الاتنين عشان التعابين تاخد اللي بقوا من رجلي ويطلعوا يجروا. ما كانش فيه غير الحل ده. الحادثة دي مرت عليها شهرين شهرين وانا قاعد على كرسي بعجل. ما كانش فيه حد جنبي ساعتها غير سارة. سارة هي الوحيدة اللي كانت معاي. انا دلوقتي بحكي لكم كل اللي حصل معايا من اول لحظة لاخر لحظة. كل ده سارة عارفاه، لكن اللي مش عارفاه لحد دلوقتي ان في تعبان صغير بدأ يطلع من ورا رقبتي. انا حاليا بخبي التعبان ده باني البس هدوم بلياقة عالية. لكن المشكلة الحقيقية ان التعبان ده بدأ يكبر ويكبر لحظة بعد لحظة. انا مش عارف اقول لها ايه او المح لها ازاي. لكن كل اللي انا خايف منه اني لما هقول لها على الموضوع ما يكونش عندها غير حل وحيد، وهو انها تقطع رقبتي. تمت.